صباح النور ريهام، واهلا وسهلا بك معنا. صباح الخير سارة، يسعد صباحك. طيب يعني علميا مخاطر الإدمان تحدثنا عنها كثيرا، ولكن الآن أصبح قبلا كنا نتحدث عن مخاطر الإدمان للأطفال على الأجهزة الإلكترونية بالتأكيد، ونتحدث عن عمر 10 و15 سنة، الآن أصبحنا نتحدث عن عمر السنتين. هذه السن المبكرة 2 و3 سنين، ما هي مخاطرها على المدى القريب وعلى المدى البعيد؟ صح، للأسف سارة نحن على أيامنا وجيلنا أنا وياكي كنا قبل العمر 18 سنة اللي كانوا أهلنا يخلونا في معنا تليفون، وصارت تتراجع يعني كل سنة يتراجع العمر اللي مسموح فيه إنه الولد يكون معه تليفون. لو وصلنا لهلأ ل2 و3 سنين الولاد في عندهم أكسس على السكرين الساعة اللي بدهم بالإنتنسيتي اللي بدهم إياها بعدد ساعات اللي هن بدهم إياها. وهذا الشيء والعمر اللي حضرتك ذكرتيه هو عمر كتير مهم وأساسي، لأنه أول 3 سنين من حياة الولد هن كتير مهمين بالنمو تبع دماغه. فكل ما نحن عرضنا الولد بهذا العمر للسكرينز اكثر، كل ما نحن عملنا اذا بدك دامج بدماغه اكثر، لانه سكرينز لها كثير سيئات على دماغ الانسان، بتاثر على النمو تبع الفرونتال لوب بدماغه. هذا الشيء اكيد بياثر على عده جوانب بحياته، منها على العلاقات الاجتماعيه، من ببطل الولد يقدر يفهم السوشيال كيوز يعني لما او البادي لانجوج تبع الشخص اللي بوجهه، او يقدر يفهم مشاعر الشخص اللي بوجهه. الاوديتوري اند فيجوال ستيميوليشن اللي بيخدها الولد من ورا السكرينز بالسرعه الكبيره اللي بيخدها، اللي هو ما بيقدر يخدها بحياته اليوميه، هذا الشيء بيعمل له اذا بدك سنسوري اوفرلود، وبالتالي بيودي لانه هذا الشيء يزيد من الهرمون تبع الستريس هرمون بجسمنا اللي اسمه الكورتيزول. سو كمان في كثير سايد افكتس على دماغ الانسان، خصوصا دماغ الولد بالتحديد، خصوصا اذا الولد ما عم بيكون بالمقابل عم بيعمل علاقات اجتماعيه، بلاي ديتس، عم بيروح على جادوري. وهذا الشيء كثير شفناه بوقت البانداميك، وبعدنا لحديت هلا بنشوفه. كان اهل عشانين هم يبعثوا اولادهم على الجادوري بهيدي الاعمار لانه كورونا وما كورونا وعطلانين همهم، بس عم بيقضوا كثير وقت على السكرين طويل، وبذات الوقت ما عم بيكون في عندهم سوشيال انتراكشن كافي، بيشوفوا اولاد بس مره بالاسبوع مرتين بالاسبوع، هذا الشيء ابدا منه كافي. فعم بنلاقي انه الاولاد هلا بنسميهم بانداميك بيبيز، كثير عم بيكون في عندهم ديفلوبمنتال ديلي، عم بيكون في سبيتش ديلي، عم بيكون في عندهم صعوبه بالتواصل مع الاولاد، سبيتش ديلي تاخر بالحكي، تاخر بالمايلستونز او بالمراحل النمو اللي عاده الاولاد بيقطعوا فيها، هو اللي بيمرقوها من مرحله لمرحله ليوصلوا ليكونوا راشدين. فهالمايلستونز عم بيكون فيها تأخر، وهون عم نلاقي نحن كأخصائيين صعوبة لنقدر نساعد الولد يرجع يقلع أجان كرمال يلحق المايلستونز اللي هو لازم يكون عم بيقطع فيهم. نعم ريهام، في كل مرة بنتكلم مع أهل أو يطرح الموضوع حتى في نقاشاتنا العادية العائلية أو مع الأصدقاء، ونتحدث عن الحد المسموح به للأطفال للتعاطي مع الأجهزة الإلكترونية، بنكتشف أنه الأهل ما قادرين يعني يقدروا الوقت، بيعتقدوا أنه لا ما ظل على أجهزة إلكترونية لفترات طويلة كلها 3-4 ساعات. هل ممكن تخبرينا عن الوقت المسموح به للأطفال أن يتواجدوا أمام شاشات إلكترونية بأعمار مختلفة؟ نعم، هلا التوصيات العالميه بتقول انه الاولاد تحت عمر السنتين ابدا ما لازم يتعرضوا ولا اي دقيقه من السكرينز، وهن يكونوا باسيف. شو يعني باسيف؟ يعني حيلا فيديو عم يحضروا، حيلا لعبه عم يلعبوها، الاولاد ما عم بيعملوا انتراكشن مع حدا، ما عم بيحكوا مع حدا، هذا اسمه باسيف فيوز للسكرين. الاولاد تحت عمر السنتين زيرو مينتس مش زيرو اورز، 0 دقائق يعني. الا اذا كانوا الاولاد عم يعملوا فيديو كول مع التيتا والجد والقرايبين، هون ما عم بيكون باسيف لانه في اخذ وعطى عم بيصير على الخط، فهذا الشيء جدا مقبول وبيقدروا الاولاد يعملوا. من عمر السنة لعمر 5 سنين أو إذا بدك 4 سنين يفضل أنه ما يزيد العدد عن ساعة. عادة اللي عم بيصير أنه تحت عمر السنتين عم يقعدوا 3-4 ساعات، هو فعليا حتى لعمر 5 سنين ما فيهم يقعدوا هالقد عدد ساعات، لأنه مثل ما قلنا تأثيراتها كتير كبيرة على أكاديميا جسديا ونفسيا واجتماعيا على الولد. طيب ريهام، مش بس بيكون في عدم تقدير لعدد الساعات أو الوقت المسموح به، هناك أيضا عدم تقدير عند كثير من الأهل، لأنه دائما كأهل بنرفض أنه نعترف أنه أولادنا عندهم مشكلة، بيكون في عدم تقدير لأنه أطفالنا أصبحوا بالفعل مدمنين.
هنا ما هي المؤشرات التي تظهر على الطفل والتي تؤكد أو توضح أنه يعاني أصبح من مشكلة تعلق مرضي أو هوسي بهذه الأجهزة وأن الموضوع تعدى حاجز التسلية فقط؟ نعم، لما الولد يكون ما عم يقبل يعمل ولا أي نشاط تاني إلا ما يكون على السكرينز، لما الولد حتى لو أخذناه لبرات البيت، حتى لو أخذناه على بلاي ديت يلعب مع أصحابه وقرايبينه، ستيل بيكون عم ياخذ التليفون أو التابلت على جنب ويلعب فيهم. لما يكون في عنده عم يصير كوابيس كثير بالليل، لأنه الأشياء اللي عم يحضروها الأولاد هلا كثير عم بتأثر نفسيا عليهم، على خوفهم، عم بيخافوا كثير، عم يقلقوا كثير، لأنه الأشياء اللي عم بتطلع لهم جدا بتخوف بطبيعة الأحوال. لما الولد يصير حتى هو عم ياكل، حتى لو عم بيعمل الأشياء الأساسيات بده يحضر سكرين قبل ما ينام، ما بيقبل ينام قبل ما يحضر سكرين. سو إذا بدك أغلب وقته بيكون على الشاشات، ما يقبل يظهر برات البيت إلا إذا كان سكرين معه. سو كل ما زدنا عدد الساعات يعني معناتها في عنا أدكشن، وكل ما الحكي تبع الولد كله والإنترست تبع الولد كلها كانت محورة بس على الشاشات. نعم، طيب ريهام، يعني هنا احنا تحدثنا بالتأكيد في حلقات سابقة على تجنب الوصول إلى هذه المرحلة، ولكن حديثنا اليوم عن الأطفال اللي وصلوا لهذه المرحلة أصبح عندهم هذا التعلق الهوسي والمرضي بالأجهزة الإلكترونية، ما هي الحلول؟ كيف يمكن أن نساعد الطفل على تخفيف ساعات الاستخدام والمشاهدة؟ خلينا نقسم الأعمار لأنه بنعرف أنه التعاطي مع كل عمر بيختلف. نعم، هو أول شيء صار كتير مهم إنه نحن إذا أولادنا وصلوا لهذه المرحلة نسأل حالنا شو الشيء اللي خلى أولادنا يوصلوا لهذه المرحلة؟ ليه أنا وصلت أولادي يوصلوا لمحل يصير في عندهم إدمان على سكرينز؟ شو الشيء اللي أنا فيه كأمه أو كبيو اللي أنا عملته اللي بحاجة إني أنا وقفه قبل ما الولد إنه هو يوقف هذا التصرف؟ لأنه بالشكل الأساسي لما الأهل هن يفتحوا مجال لهذا الشيء هذا الشيء رح يصير. لما الأهل ما يكونوا عم يخلقوا بديل للولد، الولد رح يضلوا على السكرينز. لما الأهل يكونوا سامحين معناتها الولد رح يقعد على السكرينز. ليه أنا كنت عم بسمح؟ هل كنت أنا ما إلي جنادة اهتم بالأشياء الأساسيات لأولادي؟ هل عم بخليني أشتغل ويلا ابني مسلى على السكرين؟ هل عم بخليني أعمل علاقات الاجتماعية اللي بدي إياها؟ يلا بظهر بكذب، بغير جو، بعمل صبحيتي، بعمل شو الشيء اللي أنا ريحني بوجود ابني على السكرين؟ هذا الشيء الاساسي اللي اذا ما حددناه ما رح نقدر ناخذ اكشن، لانه بمحل معين يعني للاسف الشديد انا وصلت اولادي لانه يصير في عندهم ادكشن على سكرين، لانه انا سمحت بانه هن يتخطوا الحدود تبع عدد الساعات المسموح بها. فلما اكون انا سامحت بهذا الشيء ما في يكون ولد هو اللي قادر يسيطر علي. دائما بدنا نتذكر بنقول بجمله هي انه انا امه للولد مش هو اللي امي، انا اللي بخلق القوانين مش هو اللي بيخلق القوانين. وجمله انه ما بيقبل يشيل التليفون من ايده، هيدي جمله ما فينا نسمعها ومش مقبول انه اصلا نحن نقولها. مش ولد عمره سنتين وثلاثه واربعه هو بده يسيطر علينا وهو اللي بده يقلنا اذا هو مسموح انه يخلي سكرين اوكي ما بدك تشيله اوكي خليه بايدك. نعم. فأول شيء بدي أعرف هل أنا حدا كتير لين بطريقة تعاملي وبتربيتي مع أولادي؟ إذا أنا كتير لين يعني أنا بحاجة لحط قوانين بيني وبين حالي والتزم بهالقوانين. فأول شيء الأهل بحاجة يعملوا ريفلكشن بينه وبين حالهم ليعرفوا شو السبب اللي وصل أولادهم لهون. تاني شغلة بحاجة نعملها هو إنه نحن نخلق بديل لأولادنا، نحن اللي بدنا نخلق البديل مش الأولاد اللي بدهم يخلقوا البديل. فكرة اللي دايما الأهل بيقولوها يلا شيل التليفون من إيدك، يلا طفي التي في وروح العب بألعابك، هي جملة كل الأهل جربوها ولا حدا جابت معه نتيجة، لأنه كتير صعب على الولد إنه يقدر يطبقها. بنعرف من حالنا نحن ككبار إذا نحن قاعدين على التليفون وحدا طلب منك كباية مي يلا بس لخلص لأقرأ هيدي الشغلة أو لشوف هيدي الصورة أو يلا دقيقتين وقوم. طيب ما هو الحل؟ إذا نحن ككبار الحل إنه نحن نخلق بديل. أنا بدي أخلق نشاطات لأولادي، بدي أعمل لهم نشاطات بقلب البيت، بدي أعمل لهم بلاي ديتس، هلا نحن بالصيفية بدنا نحطهم بسمر كامبس، بدنا ناخذهم أوتدور اكتيفيتيز. بس ريهام بس حابة أعلق تعليق صغير، يعني صحيح بعض الأمهات هم منصرفات عن أولادهم، منشغلات بأشياء أخرى قد تكون غير مهمة، علاقاتهم الاجتماعية وغيرها، ولكن لنكون واقعين ولنكون كمان نوعا ما عادلين هنا، في بعض الأمهات حياتهم جدا صعبة خاصة في الفترات يعني في الفترة السابقة، وبسبب الضغوط الاقتصادية الكثير من العائلات تخلت اللي كان عندهم مساعدات منزليات شوية بخففوا الأعباء تخلوا عنهم، وجود الجدة أو الخالة أو العمة أو المساعدات
اقتصرت الآن، أصبحت غير موجودة بذات الكمية. الأم أيضا إنسان تحتاج أحيانا لصنع أو عمل أشياء أخرى، أحيانا تكون عاملة أيضا. هنا الخيارات قد تكون صعبة نوعا ما، يعني هي ليست نوع من أنواع التخلي أو الإهمال، لنكون يعني جدا واضحين أمام مشاهدينا، ولكن هي تريد فعلا، والأكيد أنه كل أم تريد الأفضل لأبنائها. فهنا ما هي الحلول العملية التي قد تساعدها في الخروج من هذه المشكلة؟ هي سارة الفكرة من الموضوع انه نحن عم نحكي عن الاولاد اللي بيتخطى استعمالهم للشاشات المسموح به، يعني عم نحكي عن اولاد عم يقضوا 3 و4 ساعات على السكرين. هون صرنا نحن بحاجة راديكلي انه نحن نخفف من هذا الموضوع، وصار لا 3 4 ساعات صار يعني عدد كثير كبير من الساعات. فلما يكون الام عندها شغلة بدها تعملها بيقعد اولادها على السكرين نص ساعة 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 ونص، هذا الشيء اكيد مقبول وهذا الشيء بيصير وهذا الشيء بطبيعه الاحوال، هذه الحياه. نحن بحياه هلا صرنا سريعه وفي عندها الام جدا مسؤوليات، صحيح. فما يتخطى هذا الساعات، لا نحن بحاجه انه تو تيك اكشن، وهال تيكينج اكشن نحن وي نيد تو سيت اور برايورتيز، اذا بدك نحدد الاولويات تبعنا. شو الاولويه تبعي انا؟ خلص الجليات لانه انا ما عندي هيلبر، ولا انه انا اعمل كواليتي تايم انا وابني كمان ما يستعمل الشاشات. اياها لها تاثير طويل الامد على اولادي، إلا تقصير الأمد طويل الأمد هو إنه يستعملوا سكرينز. سو أنا بدي أحدد الأولويات، شو الأولويات تبعي؟ هيدي شغلة. شغلة تانية، أنا فيي دخل أولادي بمساعدتي بالشورز بالبيت، يعني مش أنا إذا ما عندي أنا مساعدة بالبيت مش أنا بدي أعمل كل شغل البيت. إذا أولادي عمرهم 4 سنين و5 سنين و6 سنين بيقدروا هن يساعدوني كمان بشغل البيت، وهذا الشيء كثير مهم لنمو دماغهم للاولاد، لانه بيعمل لهم ستيميوليشن على عده اصعده، وهذا كمان يعتبر كواليتي تايم نحن عم نقضيه نحن وياهم. فينا اذا انا ما عندي وقت انه انا اشوف جارتي او رفيقتي اولادنا يعملوا بلاي ديتس مع بعضهم، يقضوا وقت مع بعض، يلعبوا مع بعضهم، هذا الشيء كمان alternative. سو اذا انا ما بدي انه انا اخلق بديل لانه انا مشغوله، انا فيي اشوف جيراني، اصحابي، قرايبيني، رفاق اولادي بالمدرسه اللي هن بحبون احتواصل مع اهلهم لنعمل بلاي ديتس. انا فيي اني فوت اولادي بالشورز تبع البيت، مهمات البيت، لهن كمان يشتغلوا. يعني مش من المقبول ابدا انه ولد عمره 4 سنين يقول لها لامه جيبي لي كبايه المي وهي تجيب له اياها. ففي بعض الاشياء الاولاد بده يتحملوا مسؤوليتها بطبيعه الاحوال بالبيت، وفي نشاطات بحاجه تنعمل بالبيت. يعني مش غلط انه نحن نعمل كيكس نحن وياهم، دي اي واي هاند كرافتس نحن وياهم، هيدا الشيء بديل. وصار كثير مهم شغله، ما فينا نتكل على الولد انه هو ياخذ قرار يوقف شاشات، هيدا الشيء حلم مستحيل ما بيصير. صح، لازم ناخذ مسؤوليتنا. القدره العقليه يقدر يميز ولا انا هيدي مش لمصلحتي، ما حق ماما انا لازم طفي هلا التي في وروح العب بالعابي، هي عم تحكي هيك لمصلحتي. الولد ما فكر بهذه الطريقه، نحن الناضجين بهالعلاقه مش هن. صحيح. يعني ريهام ذكرت نقاط جدا مهمة، وربما النقطة الأخيرة اللي ممكن نضوي عليها أنه دائما لما نتكلم على مشاكل تربية الأبناء بنركز على الأمهات أكثر من الأباء. معلش إذا الأب كمان حمل شوية وقت عن الأم وسمح لها بوقت هي تعمل فيه أو تمارس فيه أعمالها اللي هي حابة تعملها، في النهاية هم أبنائهم اثنينهم، وأهم شيء هي مصلحة الطفل في الدرجة الأولى والأخيرة. شكرا جزيلا لك على كل هذه الأفكار ريهام منذرة، المعالجة النفسية، كنت معنا مباشرة من بيروت. شكرا جزيلا لك. شكرا سارة.